السلام عليكم. موضوعنا المرة دي هيروح لغاية محافظة المنوفية، مركز منوف، قرية الحامول. زوج وزوجة، الخلافات الأسرية اللي كانت ما بينهم وصلت لغاية حيطة مسدودة، قرروا بعدها على طول الانفصال. نتيجة الجواز ده اللي ما استمرش مدة طويلة كان فيه طفل صغير. الطفل الصغير ده هو النتيجة الوحيدة اللي كانت من الزواجة الفاشلة دي. الخلافات المستمرة ما بين الزوج والزوجة كانت زي ما قلنا وصلت لغاية نهاية الطريق، قرروا الانفصال بعدها على طول. الأب طلب من زوجته ان هي تخليه يشوف ابنها او يشوف ابنه كل فترة والتانية. الأم رفضت الموضوع ده مرة والتانية والتالتة. الزوج او الطليق لجأ لأكتر من موضوع ودخل الموضوع في العيلة كلها علشان يقدر يشوف ابنه في فترات مش متباعدة، ولكن الزوجة أو الطليقة قالت له كلمتين: ما بيني وما بينك المحاكم. علشان كده راح للمحكمة اللي ادت له قرار برؤية ابنه كل فترة والتانية، اسمه قرار رؤية. المهم آخر مرة بعد الانفصال قرر الزوج ان هو يتجه لقرية الحمول في مركز منوف علشان يقابل ابو مراته، وقابله بالفعل. والاختلاف هنا المرة دي كان على موضوع رؤية الطفل الصغير. الاب حقه ان هو يشوف ابنه، والجد وبنته او طليقته برضو متعنتين في الموضوع ده. في تعنت او مفيش تعنت، حصل خلاف ما بينهم هما الاثنين. الخلاف وصل لغاية الزعاء، وكان هيوصل كمان لمد الايد ما بين الراجل الجد او جد الطفل اللي عنده 62 سنة وما بين طليق بنته. الامر اللي استدعى في الاخر ان الزوج او الطليق يمسك سكينة ويضربوا بيها في رقبته علشان تصيب شريان رئيسي في الرقبة ويموت بعدها في الحالة على طول. رئيس المباحث والمباحث كلهم جابوا الراجل او جابوا الزوج او جابوا الطليق، والموضوع اتعرف من الالف للياء وخلص الموضوع وانتهت القصة على كده. انتهت القصة ان الزوج او الطليق قتل صهره، جد ابنه، ابو طليقته، كل ده علشان موضوع رؤية الطفل الصغير. الموضوع ده لسه حاصل من ساعات قليلة للعلم. هنا احنا عايزين نتكلم على نقطة معينة، ألا وهي المادة 25 في القانون المصري لسنة 1920، ده اللي هو بيحدد نفقات الزوجة لما تنفصل عن زوجها، وبيحدد برضو موضوع رؤية الطفل لأبوه أو لأمه أيا كان الشخص اللي طالب حكم الرؤية. القانون المصري القاضي هو اللي بيحط مكان الرؤية ومواعيد الرؤية وعدد ساعات الرؤية لما الخلاف بيوصل ما بين الزوجين لحيطة سد. بمعنى الأول بتبقى العملية ودية عائلية برضو حتى لو في انفصال، ولكن لما بتوصل الأزواج أو المطلقين، لما بيوصل الموضوع معاهم لمكان سد بيلجأوا للقضاء. والقانون زي ما قلنا المادة 25 لسنة 1920 المعدلة بسنة 1985، القاضي هو اللي بيقرر موضوع رؤية الأب لابنه الصغير أو الأم لابنها الصغير في حالة وجود الطفل مع الأب لو اتجوزت مثلا. المهم القاضي بالفعل حط بعض المواعيد وحط ساعات معينة لرؤية الأب لابنه الصغير. الموضوع ده اللي ما كانش عاجب على فكرة الزوج او الطليق، علشان كده قرر ان هو يروح ويشوف ابنه الصغير في وسط طليقته وصهره اللي هو جده، جد الطفل الصغير. وحصلت المشكلة وحصلت عملية القتل اللي احنا قلنا عليها. طيب نقطة معينة عايزين نتكلم فيها، قلنا القانون المصري بيقول ايه في حاجة زي كده، وقلنا قانون الرؤية
بيقول ايه برضو في حاجة زي كده، هتلاقي أندية كتيرة وهتلاقي أماكن عامة كتيرة، بس خصوصا الأندية الحكومية هتلاقي فيها قسم مخصص لأحكام الرؤية. يعني الأب بيجي يشوف ابنه الصغير في النادي مثلا يعني الحكومي في أوقات معينة، الساعة 9 لغاية الساعة 1، دي الفترة اللي القاضي محدد ليه ان هو يشوف ابنه الصغير في المكان ده، والقاضي هو اللي بيحدد المكان وعدد الساعات اللي بيقعدها الطفل الصغير مع ابوه. الموضوع انتهى والقضية عرفناها، والخبر المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لشاب يذبح صهره في محافظة المنوفية مركز منوف قرية الحمول، عرفنا الموضوع من اوله لاخره. هنتكلم على نقطة صغيرة، في ازواج كتيرة قوي بتفكر ان الجوازات دي هتبقى معاهم سعيدة والحياة هتبقى بيس وزي الفل، يعني الحياة كلها سلام ما بينهم هما الاثنين، ولكن في ازواج بيتفاجئوا بعد كده بان الموضوع غير كده تماما، عشان كده بيقرروا الانفصال. خلافات زوجية، غيرة، خناقات متكررة، بخل، ايا كان من الحاجات دي كلها، في ثمار من النتيجة دي او نتيجة معينة من الجواز ما بين الراجل ده والست دي، طفل صغير بدل ما بيحافظوا عليه بيعملوا او بيزودوا الطينة بدل، بدل ما توصلوا الموضوع لغاية المحكمة والمحكمة تقرر شيء معين ويجب عليكم تنفيذه بحذافيره. اعتقد ان الامور اللي زي كده لازم الاسرة او الاسر تدخل فيها بحكمة، ابو الزوجة، ابو الزوج، او امامهم او خلانهم او اي حد حكيم من الطرفين، علشان الموضوع ما يوصلش لغاية المحكمة. طيب وصل لغاية المحكمة، علشان الموضوع كله احنا بنتكلم في الموضوع بصفة عامة، وصل لغاية المحكمة والمحكمة قررت شيء، يبقى لازم ان هو ينفذ زي ما القاضي قال الحكم على الزوج والزوجة والرؤية. طيب نقطة كمان، القاضي بلغك بشيء معين ان انت لازم تنفذه، ليه اللف والدوران ان انت مش عاجبك حكم القاضي؟ جد الطفل الصغير ملوش ذنب، هو بيحافظ على حق بنته في عدم وجودك في المكان اللي هي موجودة فيه، حكم الرؤية القاضي مدهولك اللي انت تشوفه في عدد ساعات معين وفي مكان معين، مش في بيتهم اللي انت رحت فيه وعملت الجريمة الخاصة دي. في خلافات معينة وفي انفصال، الانفصال بمعروف، الانفصال بمعروف مش اللي انا اقولك اللي انت كذا او اللي انت كذا وسلام، لا، بتبقى بعده في حالة من السلام وكل طرف من الطرفين بيروح لحال سبيله، حضرتك بتروح لحال سبيلك وهي كمان بتروح لحال سبيلها، لكن التعنت في بعض او اللي انت تعتقد ان انت كرامتك بتنقح عليك في بعض الحاجات المعينة وبتعمل اعمال خارجة عن الطبيعة في وقت معين، زي عملية القتل اللي حصلت الاخيرة في مركز الحمول. خلوا العلاقات طيبة حتى بعد الانفصال، خلوا السيرة كويسة بعد الانفصال، كل واحد لما بيروح لحال سبيله بينتهي الامر معاه وبيفكر في حياة جديدة بعد كده. خلوا السيرة الطيبة للطفل الصغير ده والعلاقة الطيبة المتواجدة ما بين الأب والأم بعد حالات الانفصال، لأن النتيجة اللي انت طلعت بيها الطفل الصغير أو الطفلة الصغيرة هي حاجة الوحيدة الصحيحة في حياتك. علشان كده بنقول لكم في خلافات، في انفصال، في نتيجة أطفال، يبقى نعمل بما يرضي الله، كل واحد لحال سبيله، كل واحد لحال سبيله، والعلاقة الأخيرة الود والمعروف. رحمة الله على الراجل اللي توفى اللي عنده 62 سنة، رحمة الله عليه وندعي له بالرحمة والمغفرة. كل اللي عمله حاول ان هو يمنع شيء عن بنته وعن حكم القضاء في حاجة معينة، رحمة الله عليه. ياريت نرجع للدين في معاملتنا في كل حاجة، يمكن نفهم. السلام عليكم.